كتبت في الانسام فضيوفك اهدوك وياما ورياضك اهدت لمدانا حبا بهدانا يتسامى فابتسمت لرؤاك فتاه وامتلات بنداك سلاما عابقه يا مكه انت من ملا روابيك خزاما الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

يلي فرمويته سنة عليه الصلاة والسلام إيه. وَمَرَّ فمن, فمن فضلها غفران الذنوب وزوالها يأي أَبَا أبانا هنينمي له تنيمكي تيكتنا يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريره ركيت حنيم قال ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي فرميتي يلي فرميتي صلاه كامل تنيم ايه هي العمره الى العمره ومره ك عمره, كي عمره فنتاي كفاره لما بينهن ايه يمكن فنت ابتهنيتن ابتهنيتن أزم بحبس الدنيا يلي فرميت عليه الصلاه والسلام والحج المبرور أن حجي ليس له جزاء الا الجنه قالته جنتك ستملي هي اللي فرموت عليه الصلاه والسلام اي تمكل حديث نهي حسسمي و له تنهتم الدوي اتو عمره بهايته غير سي عمره كادو عقستكو توككي تونام عمره فنتاب تهتنح ذنبي يلي كحبه هي يلي فرمى عليه الصلاه والسلام كاد ملهنين حجيه يلي الا بايه يلي فرمى عليه الصلاه والسلام الا بايهن لا ابته تنه تن حجي قالته جنتك كويتك ويتك توسك يلي فرميتي عليه الصلاة والسلام ومن فضلها كادو وعمر أبان هنينمي له تنه تن مدكو مدكتنا إكرام الله لضيوفه يلي سبحانه وتعالى إسعي ابنه أبا هنهيا ين إكرام كنيي قال صلى الله عليه وسلم تكل يلي فرميتي عليه الصلاة والسلام صلاتكين غينك يا ملتنين ميا إيمي الغازي في سبيل الله يلي سبته قادمه نهي النونكي قاده يلي سبته قاده نهي النونكي والحاج والمعتمر حجه قاده نهي النونكي قاد عمراء بقد قاده نهي النمو الله ته يلي عبنك النهي يلي وفدك النوري فدعاهم فأجابوه يلي سبحانه وتعالى كان سيحيه كان سيحيه أسنوا يلي أقله نهي أمرك وسألوه فيكون كاد يلا يستري ثاني فاعطاهم يلي كحييهنيه ام مركنيه يلي فرموته عليه الصلاه والسلام رواه ابن ماجه وحسنه الالباني ومن فضل العمرتي كاد عمره له تنستمو دوك من يتم في الفقره كما تم في الذنوب ذنبي كه كلت النهى بحق قلت هي عمره بالتهنيمتي بحق با قلت كهتنيه كاد ذنبي كلت وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ياللي فرميتي إيا ما صلت كينا كاين تابعوا بين الحج والعمرة عمراك حجي إتلكتا سااايي فإن متابعة بينهما كينا إتلكتا ساحتاني تنفي الذنوب الذنوب ذنبك قلتاه بالمغفرة يا ذنبي حبسوتو ذنبي كوكالتاي كما ينفي الكير خبث الحديد يي حديد بحساهنه يعني يا النمويو حداده يعني كي برتك وصخكه كلا النها عمرة أبانا هنيني زنب سنا مكالتك حجيك عمرة تتلك هي إيته حجيك عمرة تتلك هنيني زنب سنا مكلو عسها سنا مكالتا حديد حداد هنيه النمو حديدك وصخ لك رواه الترمذي كادو ليه لهتنهتم مدركو مدركتنا زيادة الثواب يلي سبحانه وتعالى أجركه سيسهل كني عمره ومعلوم أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد كادو يلي سبحانه وتعالى ممردوك تنمي يلي أجري ثواب غلطوكوه سيسان كنية أبتهتن تاملا يلي غلطوكوه سيسه ووقتي اللي أمعيملي كادو أبتهتن تن عبادة نوعي وقتيت أبتك وتكك يلي فالسيه نيه وقتيت مثلا عمره رمضانة أبانا تكك كادو صلاة نوعيه نيه أن يلي فالسيه نيه أرحل أرحى الأبانا تكك تهنكه أجري ليه يي صلاة مكة الأبانة نيه نكي جرسي مساجد الأبانة نيه نمي إنكي أجري ملي يي مكة لبتك أجري زيادة دكوهتني تنه كادو عمر رمضانة أبتك وتككي تنها زيادة الأجر الديني ومن فضائل العمرة ما ورد في أجر الطواف طواف أبته تنهت وعدي تو طوافتا أجر اختنه لكن يعني ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر كايتا ما يليك حنيما يلي باها هنهي عن حديث لي أنه قال إيه من طاف بالبيت يكعبة ميكته نهي النمو طواف به نهي النمو لم يرفع قدما ولم يضع أخرى إبا كتين فيما هاي إبا وبسمها إلا كتب الله له حسنة يلي معاني إدكاه يكتبه تكها الكويتك وحط عنه بها خطيئة كاد يلي سبحانه وتعالى ذنبي إدكاه كليها كويتك إبكتين في يمهاي اباكتين وبس مهاي طواف أباهنه وعدي ورفع له بها درجة كاد يلي سبحانه وتعالى درجة كاي درجة في إدكاه كويتك طواف ما باه يلي عليه الصلاة والسلام رواه أحمد والترمذي والحاكم وابن خزيمة وحسنه الشيخ أحمد الشاكر وما ورد في فضل نفقة العمرة كادوا عمرها الدتا عمرة أتينيها <applause> وعدنوم أباها هي متفوين ادري كثوابك تمي تهتني عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة التام يليك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي فرمويت صلاتكين أغينك أملتنين قال لها في عمرتها يسي عمر أب تهتنيت وعديت تو عمرت إن لك من الأجر أجرك لته عايشي على قدر نصبك ونفقتك أتتعبك ابن أبنانه جديك متحينك أبنانه جدي أجرك لته إيه عليه الصلاة والسلام عايشكاي تهنه تسحسمي عمره دت أبانه نم متحينا رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين إيه. توعد توعدي وما ورد في فضل الحرمين يي حرمين وعمرة إلا بانهنيني حرماي حرم المكي كن مك مكعوكو وحرما لهنيها مدتونه بهنيها وعدي اللي فرميت عليه الصلاة والسلام عن جابر رضي الله عنه جابر كي حنين حنيميا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي فرميت سلتك نجينا كامل تنيميا قال إيه صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه يلي فرميت عليه الصلاة والسلام يمسجد الأبانهن صلتا مسجد النبوي مدينة مسجد ما يدفر أفضل مرده من ألف صلاة فيما سواه جرسي مساجد الأبانة هنين صلاتك ألف صلاتك أي سكرعتاه مدينة مسجد الأبانة هنين وصلات وصلاة في المسجد إلا المسجد الحرام مسجد الحرام كهراعهم وصلاة في المسجد الحرام مسجد الحرام الأبانة هنين صلاتا مكة أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه غير مساجد الأبانهن صلاتك بول في صلاتك أي سكرا وهي اللي عليه الصلاة والسلام توعدك لأنه يسحى السمي أوكي عمره مكة قردهت نهتا وعدي أوكي تكاد فائدة قيتما ومسجد الصلاة أبانهن قيتا هاي الدم الدوي تهك رواه أحمد وابن ماجه بسن... بسندين صحيحين تو عدي عمر كردم الدليه بنادنتي له يعني هي وقتتي يستثمر فرد وقتي أنا كسيك فين عسامكا إدي إدي إجازة وقتي أنا فناكا نم يعني هي مركي بريتوت يعني هي مركي سينما مانجو حالة تلتني ميا فناك إجازة يعني وعدي عمر أباس تانم انته وهو كنهر الكاضي اللي سبحانه وتعالى دود هي حي يحي يحي كاتككي تو دود لهني هي

يلي عمره اللي بحسها هاي وعمره قدها هاي قدرني كودر يلي ككوب هني هي يلي نعبا يسينا باي أرضيه يلي وبيم التامته هني هي يلي نعبا يسينا باي أرضيه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا